دب روسي. إيه هذا اسمه إيه؟ لأنه هو من روسيا، هو روسي من طاقة روسيا، الدب الروسي. لأنه دب روسي. إيه لأنه هو مشهور بروسيا، يمكن هو الدب دب مشهور بروسيا تلج. ليش اسمه دب الروسي؟ لأنه أبيض وبالتلج، روسيا التلج لأنها كلها تلج، والدب الروسي أبيض. من وين جبتوه هيدا الدب الروسي؟ وين طلع على الإذاعة على الأخبار؟ دب روسي ولا الغارة الروسية، الضربة الروسية اللي اجت على داعش في سوريا. دب الروسي يعني هجيب الدب الروسي هو سامع بالدب كتير. الروسي وغير الروسي. دب الروسي ولا بسمع بدب الروسي. دب الروسي بقول دب الروسي بالضبط ما بعرف، يمكن هن يكون عندهم دباب اكثر او الا في شي لغز الا ما بعرف. عندنا هون بشوف بس لها عروسي لا ولا ما رحت عروسي. لك دب الروسي ما بعرفش عنه شيء انا. في كافيه افو ناطرينك بده يحكي معك. كافي افو يا حوي وين في داوم بدوي دب الروسي؟ ما بعرف سمع فيه. انا مش سمع فيه دب الروسي. انا كمان ما بعرف. انا ما بعرف، انا جاي من فرنسا. شو بعرف لا انا ابيض. يمكن شو معناتها دب الروسي؟ اولا روس روس دب الروسي. نحن بينتو كمان بدنا نصير دب الروسي اذا بضل هاي بلد هيك، بدنا نصير دب روسي كمان. دب الروسي لانه دب بيكون طويل ابيض هيك، هذا الدب الروسي. بس بالنسبه للانسان اللي عنده لانه بيهجم هاجم دغري مثل الدب. اي دب الروسي والله ما بعرف، هذا ايام زمان ما بعرف كان يحكوا هيك دب الروسي. بس شو معلومات عندي؟ مين بيقصدوا؟ شو بيقصدوا؟ ما معي خبر. شو بدي بالدببه انا بدي بالانسان همي بالدببه هلا.